انا من المنوفيه تمام. في خلال السبع سنين اللي فاتوا دولت في حاجات كتير حصلت في الطرق، الطرق بدل ما كانت متكسره بقت سليمه، والكهرباء بدل ما تقطع بقتش تقطع. في فرق كبير عن زمان، بقى في امن وامان، بقى في طرق جديده، بقى في فرص عمل، بقى في مساكن للشباب. طرق زي الفل وكباري حاجه اخر حلاوه اخر نظافه. حاجات حصلت وكده كان قدامها 500 سنه عشان تحصل. منظومه الغاز، الغاز اللي بتتنافس دلوقتي في كل الدنيا، الحياه كريمه كويسه جدا، المدارس بتنبني، الطرق كل حاجه الحمد لله. طرق الشوارع بقى كويسه نظيفه، في شركه نظافه جديده. انا شايف الدول كلها واقعه، هو كتر خيره، هو بيعمل على اخر ما يستطيع، وبنى مدن كتيره، حل مشكله الاسكان. شايف الطرق اتمهدت والواحد بيعرف يركب مواصلات سهله وكل حاجه. طرق، كباري، مرافق، كانت مجاري، كانت ميه، كانت كهرباء، كان غاز، وي وي بقى ما اقول، مش هكفي حقه بالامانه والله من قلبي. يا ريته كان حاضر من زمان، انا زعلانه انه ما حضرش من ايام طفولتنا وشبابنا، كنا خدنا حقنا، بس ان شاء الله هنعوض في اولادنا، هو باصص للاجيال اللي جايه، وده حلو قوي قوي وانا معاه.